الفل والسعادة على كل مشاهدين قناة صدى البلد. النهاردة حلقة جديدة ويوم جديد. في فقرتي الأولى خلاص احنا دخلنا كلنا فصل الشتاء، وفي ناس كتيرة للأسف في فصل الشتاء بيبقى في زيادة في الوزن. بنجرب طرق كتير، في ناس بتدخل على الانترنت تعمل سيرش، في ناس تانية بتسأل صحابها ازاي اقدر اخس، ازاي فصل الشتاء لما يدخل عليا ما يحصليش الجوع اللي كلنا بنعاني منه في فصل الشتاء. طبعا في ناس كتيرة كمان بتلجأ للطرق وأنظمة الدايت المختلفة، من أهمها الصيام المتقطع، الكيتو دايت، حمية البحر المتوسط، يعني أنظمة كتيرة. هنتكلم على كل حاجة، هنتكلم على الأنظمة دي وإزاي كل واحد فينا يقدر يختار يخس إزاي بشكل صحي من غير ما يبقى فيه تعب، من غير ما نحس إن الجهاز المناعي بتاعنا بيروح مننا زي ما بنقول، بنعيا من أقل حاجة، إزاي نخس بصحة. ده اللي إحنا هنتكلم فيه في فقرتي الأولى مع ضيفتي اللي منوراني دكتور آية شوقي، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية وحاصلة على ESPEN. أهلا بيكي يا دكتور آية. أهلا بيكي يا جميلة. أخبارك إيه؟ الحمد لله كويسة، وإنتي؟ الحمد لله كله زي الفل. كلمينا بقى يا دكتور آية إزاي نقدر نخس بصحة، وخصوصا إن إحنا دلوقتي خلاص في فصل الشتاء، وزي ما قلت كده في الإنترو ناس كتيرة تقولك أنا باكل كتير في الشتاء، فعايزين نتكلم في النقطة دي وإزاي نقاوم الجوع اللي بيحصل في فصل الشتاء. حلو قوي. طيب بصي، اول حاجه اهم بوينت نبقى احنا لازم فاهمينها، انه احنا لازم ناخد كميه كافيه من البروتينز ومن الالياف زي الخضروات ومن النشويات، تبقى كمياتها مظبوطه زي العيش والرز والمكرونه ما نوقفهمش ابدا. تمام. وكمان نبقى احنا محافظين على كميه دهون قليله، ما تبقاش كميه كبيره قوي من الدهون. فدي اول حاجه، لازم الوجبه تبقى متكامله العناصر علشان ما نبقاش عندنا اوفر ايتنج او ان احنا جعانين بسرعه تاني بعد الوجبه دي. ده خبر هيفرح الناس كتير قوي يا ان انت بتقولي انه ناكل نشويات وسكريات، ده انت كده مدلعانا. ناكل لازم ناكل كل حاجه في الميلز بتاعتنا، بس المهم ان هي تتاخد بالكميات المظبوطه وتبقى في ميعاد الوجبه بتاعتنا. حلو. الحاجه الثانيه، لازم نبقى بننام عدد ساعات كافي، علشان خاطر لو ما نمناش كفايه الجسم بيطلع هرمون الجريلين اللي هو هرمون الجوع بزياده، بيفرزه بزياده، فبالتالي على مدار اليوم اللي بعد كده انت بتبقى جعان زياده عن اللزوم. طيب الحاجه الثالثه برضو، ودي مهمه جدا، ان انت لازم تشرب ميه كفايه جدا. يعني مش اقل من 8 ل 10 كوبايات يوميا، لان انت لو ما شربتش ميه كويس ممكن جسمك يترجم انت تترجم الهرمونز بتاعه جسمك غلط، او السيجنالز اللي جسمك بيديها لك غلط، تبقى انت عطشان وتروح تاكل. يعني ناكل بدل ما نشرب ميه. بالزبط. مع ان احنا في الاصل جسمنا عايز ميه مش عايز بالزبط. اكل. فتبدا الاول تشرب ميه قبل ما تبدا تاكل بربع ساعه، وبعد كده تبدا تدخل الوجبه بتاعتك وتبدا تاكلها لو انت فعلا كنت جعان ستيل. طيب برضو حاجه كمان مهمة جدا الناس بتنساها دايما، انه ممكن انت ما تكونش اصلا فعليا جعان دلوقتي وتبدا ان انت تدخل الميل بس علشان انت زهقان او مضغوط، فدايما حاول تفصل ما بين ان انت ستريسد وعايز تدخل وجبه وبين ان انت فعلا جعان. فدي الحاجات اللي ممكن تخلي الناس ان هي ما تبقاش بتنزل في الوزن، او ان هي تبدا تزيد في الوزن، خاصه مع الشتاء ان احنا بنبقى قاعدين. فبرضه حاجه من الحاجات المهمه ان احنا لازم نتحرك كويس قوي، بدل مثلا ما تركب الاسانسير ابدا ان انت اطلع السلم، بدل ما تركن قريب من الشغل وتنزل تطلع الشغل على طول اتمشى شويه واركن بعيد. فدي حاجات بتكون بسيطه بس بتاثر كتير جدا على الوزن بتاعنا وعلى مرحله نزول الوزن. حلو قوي. طب احنا ظبطنا اكلنا زي ما انت بتقولي، بس جوعنا في النص، عايزاكي تقولي على اكلات كده يا دكتور ايه يعني السعرات بتاعتها قليله وفي نفس الوقت تحسسني بالشبع. طيب في حاجات كده بتكون سعراتها اقل من 100 سعره حراري. حلو قوي. دي ممكن ندخلها كسناكس في النص، يعني مثلا البلو باريز ال 175 جرام منهم بيدونا 92 سعره حراري، اللي هو التوت الباري. التوت الازرق. حلو قوي. الشوفان ال 25 جرام منه بيدينا 93 سعره حراري. ايه تاني؟ كوبايه اللاتيه مثلا عشان الناس اللي بتحب تشرب قهوه بتدينا 73 سعر حراري لو كانت كوبايه صغيره، فده ستيل برضو اقل من 100. برضو في كمان الزبادي اليوناني ممكن ندخله اللي هو خالي الدسم. وفي كمان زبادي عادي كمان، وزبادي او زبادي بلدي عادي. او بيضه، البيضه الواحده فيها 88 سعر حراري. برضو ممكن كمان ندخل
الجبنه القريش، الجبنه القريش ال 100 جرام منها بتدينا 100 سعر حراري، فدي كلها حاجات نقدر ناكلها. يعني احنا ما نحرمش نفسنا من ان احنا نبقى بناكل، بس نختار الاوبشنز الصح اللي احنا ناكل منها. طيب في بعض الناس يا دكتور ايه بيبقى عندهم شراهه عاليه لنوع معين من الاكل زي الحلويات مثلا، تقولي انا دلوقتي هتجنن لو ما اكلت الشوكولاتايه، انا عايزه اكل بسبوسه، اكل كنافه، اللي هي الشوجر كريفنج زي ما بنقول، فايه حلها دي يا دكتور؟ طيب احنا مثلا لما بنبقى عندنا شراهه للشوكليتس، فده معناه انه جسمنا بيدينا سيجنال ان احنا عندنا نقص في حاجه، زي مثلا الشوكليت بتدينا سيجنال ان احنا عندنا نقص في المغنيسيوم. فاحنا المغنيسيوم ده بنلاقيه فين؟ ممكن نلاقيه في الخضروات، ممكن نلاقيه في المكسرات. فبدل ما تبدا على طول اول لما تجيلك الفود كريفنجز ان انت تاكل الحاجه اللي انت عايز تاكلها دلوقتي، الاول ابدا خد مكسرات او ابدا خد الخضروات، وبعد كده ابدا ان انت دخل الشوكليت بكميه صغيره وخليها دارك، يعني تبقى شوكولاته هنا. أيوة. علشان خاطر ما تديلكش كالوريز كتيره قوي، وفي نفس الوقت ما تعليش سكر الدم بسرعه عاليه قوي. مثلا برضو لو احنا عندنا شراهه قوي للحوادق والمخللات، فدي بتدي لك انديكيشن او بتخلينا احنا نبقى عارفين انه جسمنا محتاج الكلورايد، والكلورايد ده بنلاقيه فين؟ بنلاقيه في منتجات الالبان، ممكن نلاقيه في منتجات في الخضروات عامه، وفي الطماطم ممكن نلاقيه برضو، في المكسرات، في البذور زي بذور الكتان وبذر الشيا. فالفكره ان انت تبقى عارف جسمك محتاج ايه، او جسمك بيديلك الاشاره دي ليه علشان خاطر تعرف تاكل ايه بالظبط. يعني نقص الماده المعينه اللي ممكن تكون في الحلويات اعوضها بحاجه ثانيه موجوده في حاجات صحيه. ولو فضل الحاجه دي مستمره او السيجنال ده مستمر مخليك ان انت عايز تاكل لسه الشوكولاته، ممكن ناخد حاجه بسيطه زي ما قلت لك، بس تكون حاجه صغيره وتدخلها من ضمن الكالوريز بتاعه اليوم بتاعتك. حلوه قوي. بمناسبه بقى مؤشر نسبه السكر في الدم، او الجلايسيميك اندكس، احنا عايزين نعرف يعني ايه يا دكتور جلايسيميك اندكس او مؤشر نسبة السكر في الدم، وازاي اظبطه؟ يعني في ناس تقول لك طب ما انا ممكن اعمل دايت او اقلل اكلي الاقي سكري يوطى، يجي لي هبوط، يجي لي اغماء، يجي لي دوخه، فازاي اقدر كمان اظبط مؤشر نسبه السكر عندي في الدم يا دكتور؟ طيب هو الجلايسيميك اندكس ده اسمه المؤشر الجلايسيمي، ده حاجه او سكيل بنقيس بيها النشويات دي اللي احنا بندخلها في يومنا بترفع سكر الدم بنسبه قد ايه. طيب فالاصناف بتاعه النشويات اللي متصنفه كمؤشر عندها مؤشر جلايسيمي منخفض، دي بتبقى بترفع سكر الدم بصوره قليله او بسرعه قليله، ومش بتعلي الانسولين بسرعه قوي في الدم. حلو قوي. احنا معانا صوره كمان اهي توضيحيه بالظبط. ودي هنا الصوره دي معناها انه الجلايسيميك اندكس بيعلى بسرعه قد ايه، او سكر الدم بيعلى بسرعه قد ايه في خلال الساعه بعد تناول النوع بتاع النشويات. حلو. فالحاجات اللي فيها نشويات، الحاجات اللي فيها جلايسيميك اندكس عالي، دولت هتلاقيهم بيرفعوا سكر الدم بصوره عاليه قوي. الحاجات اللي فيها جلايسيميك اندكس او مؤشر جلايسيمي قليل، دول هتلاقيهم بيرفعوا سكر الدم بنسبه قليله شويه عن الحاجات الثانيه. فالفرق ما بين الحاجات اللو جلايسيميك اندكس او اللي عندها مؤشر جلايسيمي منخفض، دي بتكون على السكيل بتاع المؤشر الجلايسيمي بتبقى واخده رقم 50 او اقل. الحاجات اللي بتبقى النشويات اللي هي فيها مؤشر جلايسيمي عالي، دي بتبقى واخده سكيل 70 فيما فوق. حلو. طب امثله على الحاجات اللي ليها مؤشر جلايسيمي منخفض. احنا الاحسن مننا ناخد ايه؟ المؤشر الجلايسيمي المنخفض. المنخفض صح كده، لانه ما بيرفعش سكر الدم بسرعه، وما بيدخلش جلوكوز بسرعه كبيره قوي جوه الدم، فبالتالي ما بيعليش الانسولين، فبالتالي ما بيأثرش على النزول في الوزن قوي. حلو. قولي لنا بقى امثله على الحاجات اللي المؤشر الجلايسيمي بتاعها قليل، يعني الحاجات المفيده يا جماعه لينا اللي ناكلها واحنا بنعمل دايت. طيب عندنا مثلا الشوفان. حلو. المنتجات المخبوزات اللي معموله بدقيق قمح كامل، البطاطا، ايه تاني ممكن، الطماطم، الجزر، الخضروات عامة كلها، الكرز والفراولة والكيوي. حلو. والتفاح، في ايه تاني برضو، الكورن فليكس بقى، والمنتجات اللي هي معمولة كورن فليكس سواء كانت قمح كامل او براند، دي مؤشر جلايسيمي عالي، فدي برضو مش مناسبة قوي للناس. تمام. والفكرة في الموضوع ده ان انت تبقى فاهم انه مش معنى انه الحاجة او المنتج اللي انت مشتريه سعراته قليلة زي مثلا الرايس كيك،
مش معناها ان هو هيعلي او مش هيعلي سكر الدم بسرعه، هيخسسك. تمام، فهي سعراتها قليله لكن سكر الدم بتاعك لما هتاكلها هيعلى بسرعه، فنسبه الانسولين هتزيد، فبالتالي مش هتنزل بنفس القدر اللي انت متوقعه. فلازم تفصل ما بين ان انت بتاخد حاجه سعراتها قليله وما بين ان انت بتاخد حاجه مؤشرها جلايسيمي ومنخفض او عالي. ده في النشويات يعني. طب نتكلم بقى في نقطة مهمة قوي، الأكل العاطفي. تمام. علامات بقى استفهام كتيرة قوي يا دكتور، على تقول لك إيه، أنا عندي جوع عاطفي حتى مش عارفة أفرق هل ده ايموشنال ايتينج ولا جوع عادي أنا حاسة إن أنا جعانة، فقولي لنا إيه الفرق وإزاي نتغلب على مشكلة الجوع العاطفي بالذات. حلوة قوي. طيب أول حاجة الفكرة في الجوع العاطفي والجوع الفعلي، إن أنت لما بتكون جعان فعلا أنت ده بيحصل تدريجيا، بتاخد من 3 لـ5 ساعات بعد اخر وجبه اخدتها عشان تبدا تحس بالجوع، وبيحصل بالتدريج ما بيجيش مره واحده، وطاقتك معاه بتبدا تقل. تمام. ولما بتيجي تاخد الوجبه بتيجي بتبقى متقبل كل الاصناف بتاعه الاكل اللي ممكن تبقى موجوده حواليك. حلو. وبتحب تاكل مع ناس ساعتها. انما لو هتاخد الجوع العاطفي ده بيحصل urgently يعني في ثواني، وبيحصل بسرعه جدا، ما بتبقاش انت متوقع ان انت هتبقى جعان دلوقتي، وطاقتك بتكون زي ما هي، ما بتكونش لسه حاسس ان انت بدات ان انت طاقتك قلت، وبتبقى برده مش متقبل كل اصناف في الاكل، انت ريقك بيجري على حاجه واحده بس هي دي الحاجه اللي انت عايز تاكلها، على سكريات على نشويات على كده، ايا كان النوع الحاجه او برجر او ايا كان النوع الحاجه اللي انت عايز تاكلها، هي دي بس الحاجه الوحيده اللي هتساتسفاي يو وهتخليك تبقى حاسس بالرضا وبالامتنان، مش اي حاجه تانية. وفي الغالب ده بيحصل بسبب ضغط، او بيحصل بسبب الليل لما انت بتكون لوحدك بسبب الاحساس بالوحده، وفي نفس الوقت كمان ما بتحبش تاكل قوي مع ناس علشان خاطر ضميرك بيأنبك ان انت عملت حاجه زي كده. ازاي نتغلب على الجوع العاطفي؟ الجوع العاطفي اول حاجه لازم تعملها ان انت تشتت نفسك عن الاحساس، يعني لو انت كنت واقف او انت واقفه في المطبخ اطلعي بره المطبخ، اتمشى، اتكلم في التليفون، او مثلا ابدا كل الوجبه بتاعتك اللي انت كنت المفروض هتاكلها بعد شويه، بس بلاش تجيب الحاجه اللي هي انت ريقك رايح ليها دلوقتي او انت نفسك رايحه لها دلوقتي. فحاول تبعد نفسك عن الحاجات اللي بتاثر عليك وتخليك ان انت فعلا تبقى عايز اكل ده، يعني هاكل ده دلوقتي. بس وهي غالبا الجوع العاطفي بيحصل بسبب انه كانت عادات غلط احنا يعني اتربينا عليها. لما بنبسط اهلنا بيجيبوا لنا حاجه حلوه واحنا صغيرين، لما بنزعل بيجيبوا لنا حاجه حلوه عشان يفرحونا. فالعادات دي هي اللي بتخلي حته الايموشنال ايتنج هي اللي تكبر معانا. بس طيب بنسمع كتير يا دكتور على الهانجر سكيل او مؤشر الجوع، عايزين نعرف يعني ايه هانجر سكيل وبنستخدمه في ايه او ايه استخدامه. طيب الهانجر سكيل ده مقياس الجوع والشبع. طيب فهو مقياس من 1 لـ10 بيقول لك ان انت 1 انت جعان كليا، مش قادر، ما بقتش عارف تتحرك، طاقتك قليله، دايخ، تعبان، و10 ان انت اكلت زياده قوي عن اللزوم وبقى الاكل مفرط قوي ومعدتك بدات توجعك وما بقتش عارف ان انت تسيطر على الاحساس ده. معانا صور كمان يا دكتور على الشاشه بتوضح. هو ده السكيل نفسه من 1 لـ10 زي ما قلت لك، 1 انت خلاص يور ستارفنج مش قادر، و10 انت وصلت ان انت اكلت اكل مفرط ومش قادر ان انت تتحمله. فاحنا الهانجر سكيل ده لما بنيجي نستخدمه احنا بنقول للناس انت توصل عند المرحله اللي هي رقم مثلا من 4 من 3 لـ4 لما تكون بدات تحس باشارات الجوع تبدا ساعتها تاخد وجبتك، ولما توصل عند المرحله 5 أو 6 ونص مثلا 7 بتبدا ان انت ساعتها توقف اكل، بتكون اكلت وحسيت ان انت الوجبه مرضيه بالنسبه لك، فكفايه كده ما تزودش اكتر من كده عشان كمان ما تتعبش. يعني احنا من الاخر يا جماعه بلاش نملى معدتنا عشان نوصل للمؤشر رقم 10 ده، انت مش هتقدر تتحرك. بالزبط. اللي هو زي الاحساس اللي بيجي لنا يا دكتور ده انا اكلت خلاص هموت مش قادر، عندي تخمه من الاكل. ايوه بالظبط. فاحنا مش عايزين نوصل لده خالص. بالظبط دي حقيقه. بس طيب عايزه اسالك بقى على حاجه، مشاكل الغده الدرقيه، في علامات استفهام كتير قوي يا دكتور على الغده الدرقيه وهرموناتها الثيروكسين، وهل ده بيأثر على الجوع والشبع؟ هو مش فكره بيأثر على الجوع والشبع، هي الفكره انه الناس فاهمه انه الغده الدرقيه
بتخليهم ما ينزلوش في الوزن او ما يحرقوش. ايوه الغده لازم انت تبدا تاخد الاول العلاج بتاعها، لانه ده الهرمون اللي هنعوض بيه الجسم عن النقص بتاع الهرمونات بتاعه الغده. أيوة. فمهم قوي ان انت تاخد الاول العلاج بتاعك وتبدا تحاليلك تتظبط، واثناء ما انت تحاليلك بتتظبط وانت ماشي على علاجك هنبدا ان احنا كمان نمشي على الدايت. ساعتها مش هيكون في اي مانع من النزول في الوزن، لكن ان انت تبقى شايف ان انت مش هتحرق علشان انت عندك غده، لا، هي المهم في الاول وفي الاخر تاخد العلاج. خدت العلاج هتقدر تنزل عادي كانك زي اي شخص طبيعي، ما فيهاش اي مشكله خالص. يعني لو خدت العلاج يا دكتور احنا كده خلاص ماشيين في السيف سايد، بقينا كانسان طبيعي نقدر نخس زي ما احنا عايزين. لانك عوضت الجسم بالهرمون اللي ناقص اصلا من بره، فخلاص ما بقاش فيه اي مشاكل، كانك طبيعي بالظبط. طب قبل ما نختم سريعا يا دكتور، قول لنا نصايح توجهيها لكل اللي بيتفرجوا علينا، للناس اللي عايزه تخس. طيب اولا لازم تبقى انت بتاكل البروتينز والكاربز او البروتينات والنشويات والخضروات دايما في كل وجبه. لازم تشرب ميه كويس قوي، ولازم تنام كويس قوي. لازم برضو كمان تبقى انت واخد بالك من البورشنز بتاعه الاكل بتاعتك، يعني قلل كميه الاكل بتاعتك في الوجبه، وقلل حجم الطبق بتاعك، وزود الوجبات بتاعتك علشان خاطر ما تبقاش بتدخل سعرات كتيره مره واحده للجسم مش هيستفيد بيها. أيوة. لازم تتحرك، وكمان لازم ان انت تبقى عامل التحاليل الخاصه بنزول الوزن، وتبقى عارف ايه هي علشان خاطر تبدا تنزل في الوزن كويس. بس وحافظ على نفسك، ما تحاولش ان انت تضغط نفسك. بنشكرك يا دكتور ايه، للاسف وقت فقرتنا خلص، على وعد منك ان شاء الله بلقاءات ثانيه في حلقات ثانيه باذن الله. ان شاء الله يا جماعه. بشكرك، شكرا جزيلا. بنشكر دكتور ايه شوقي اخصائيه التغذيه العلاجيه وعضو الجمعيه المصريه للتغذيه. تعالوا نطلع فاصل سريع جدا ونرجع لكم بعد الفاصل. اشتركوا معنا.